اجي واجي والبنات نحضروا حلوات العيد بطريقه سهله وسريعه، والاهم كتجي بزاف بنينه وشيشه واقتصاديه. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك وزر الاشتراك في الصفحه ليصلكم كل جديد، ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء والعائله. خليكم مع طريقه التحضير. غدا نحتاجو 6 ملاعق من دقيق نشا الميزينا، قبصة ملح، 4 أكياس من الفانيلا، كيس من خميرة الحلويات، 2 كيسان معمرينش بزاف ديال السكر، 8 الكيسان ديال العنبة من الدقيق الفورس ما يعادل 800 غرام. غدا نحتاجو كذلك 250 غرام من الزبدة. بالنسبة للزبدة لازم تكون بحرارة المطبخ، ما تكونش باردة. يعني غادا نضيفو 4 اكياس من الفانيلا. بالنسبة للبنات المقادير راه مضبوطين 100%، يعني خاصكم تبعو نفس المقادير. 2 كؤوس من السكر، يعني معمرينش بزاف، كأس ديال العنبة، وقبصة ملح. غادا نجي السكر مع الزبدة، وبالنسبة للزبدة خاصها تكون لينة يعني بحرارة المطبخ باش تجنس لينا مع السكر بكل سهوله. وغنعاود نقولها لكم البنات، راه الزبده الا ما كانتش لينه يعني بحراره المطبخ رطبه راه غادا تعذبكم، راه ضروري خص تكون رطبه. غادا نضيف 2 كيسان ديال العنبه ديال الزيت، كما كتلاحظوا البنات ما يعادل 200 مليلتر. بالنسبه للزبده اللي استعملت ما فيهاش الدهون يعني ديال التوريق، داكشي علاش استعملت 2 كيسان. الا جاب الله استعملتوا الزبده ديال العلبه خاصكم تنقصوا من الزيت. بالنسبه للخليط ديالنا كندمجوه ندمجوه ندمجوه تيولي بهذه الطريقه هذه باش تنجح لينا الحلوه. كما راكم لاحظتوا تيتبدل اللون ديالو، دابا راه ولا اللون ديالو بيض. غادي نضيفوا 6 ملاعق من النشا دقيق الميزينا، غادا نمجوه كذلك مع الخليط. دابا غادا نبداو نضيفو الدقيق ولكن تدريجيا، يعني ما خصناش نضيفو دفعة واحدة، لأن نوعية الدقيق كما كنقول لكم دائما كتختلف. يعني يستحسن يعني تضيفو الدقيق تدريجيا، وخا يكون عندكم مقادير اللي هما مضبوطة، لكن لازم تضيفو دائما الدقيق بالتدريج. غادا نضيفو كيس من خميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام. خاصنا نحصلو على واحد العجينة اللي هي رطبة، ما خاصهاش تكون قاسحة، هانتوما مازال كتلصق في يديا شوية. غادا نضيف الكمية ديال الدقيق اللي بقى ليا. بالنسبة للدقيق راه مضبوط 100%، ولكن كما قلت لكم على حسب نوعية الدقيق. غادا نجمعو هاد الخليط بهاد الطريقة هادي، ما كنعجنوش غير كنجمعوه فقط. شوفوا معايا العجينة كيفاش لازم تكون، هانتوما رطبة بزاف. ملي نبغيو نشكلوا العجينة كتشكل معنا بكل سهولة، ما كتلصقش وما كتشققش كما كتلاحظوا، يعني العجينة ناجحة 100%. الا ضفتوا بزاف ديال الدقيق غادا تولي العجينة ديالكم قاسحة وما غاداش تجمع ليكم. غادا نبداو نشكلوا العجين ديالنا بهذه الطريقة هذه. بالنسبة للحجم تقدروا تحكموا في الحجم اللي بغيتوا، ولكن لازم يكونوا صغارين حيت من بعد كيتنفخوا في الفران. كنكورهم بهذه الطريقة هذه، ما كنضغطش عليهم، كنحطهم مباشرة في الطاوة ديال الفران كما راكم كتلاحظوا. بالنسبة لورق الطهي ماشي بالضرورة تستعملوه، الا ما عندكم شي يعني تقدروا تستعملوا غير الطاوة. الا شكلتو الحجم كبير غادي تخرج لكم الكمية اللي هي قليلة، لكن الا شكلتو حجم صغير غادي تخرج لكم الكمية اللي هي كثيرة. غادي ندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 درجة، كنشعلو الفرن من الفوق ومن تحت، وما كتسناوش يتحمروا يعني غير يكونوا بيضين، وحيدوهم من الفران كيجيو بهذا الشكل هذا كما راكم كتلاحظوا، راه كيطيبوا دغيا دغيا، ما كياخذوش معنا بزاف ديال الوقت. كما راكم كتلاحظوا واخا ما فيهمش خميره بزاف راه ضعاف الحجم ديالهم، انا كنت درتهم صغارين، وهانتوما البنات كيفاش ضعاف الحجم ديالهم. وبالنسبه للون ما خليتهمش يتحمروا بزاف، يعني خداو واحد اللون اللي هو ذهبي من الفوق، وكما راكم كتلاحظوا راه شيشه بزاف وكتجي بنينه بزاف.
بالنسبه للكميه اللي خرجت لي، تبارك الله ما شاء الله، هذه الكميه اللي خرجت لي يعني من العجين اللي استعملت معكم، يعني الكميه كلها. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار في التزيين. بالنسبه لي انا استعملت نيسلي كراميل اللي حضرت من قبل، غدا نخلي لكم لا فيديو في الصفحه ديالي طريقه التحضير، طريقه ناجحه 100% وكيجي لذيذ بزاف. ضفت عليه الكاوكاو مهرمش، تقدروا تضيفوا الكركاع، اللوز، يعني لكم الاختيار في التزيين. بطبيعه الحال غادي نشكلهم بهذه الطريقه هذه، يعني استعملت لي فورشيت، حيتاش لي فورشيت ما كيهزوش لينا الكراميل بزاف كما راكم كتلاحظوا، يعني خاصهم يكونوا يعني ناشفين. ولازم تحطوهم على واحد الشباك ديال الحديد تقطرو، اولا تحطوهم فوق ورق التهي. بالنسبه للتشكيله الثانيه غادا نستعمل الشوكولاته الاسود مع الكاكاو. بالنسبه لطريقه تذويب الشوكولات، في كاسرون غادا نغليو الماء يكون مغلي مزيان، غادا نطفيو عليه النار، من بعد غادا نضيفو واحد الإناء، غادا نوضعو عليه واحد الإناء اللي هو كبير، انا وضعت هذا نيت اللي وضعت، غادا نضيفو فيه الشوكولات وما غادا نضيفو ليه لا زيت لا حليب لا حتى شي حاجه، الشوكولات بوحدو، لكن الإناء خاصو يكون كبير لان الشوكولات ما خاصوش يقيسو ولو قطره الماء. الى الثالثة غادي نشكلوها بالشوكولات الابيض، وبالنسبه للطريقه نفس الطريقه بطبيعه الحال، تذويب وضفت عليها الكاوكاو مهرمش، تقدر تضيفوا اللوز ولا اي حاجه كتفضلوا. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، لان الحلوه صراحه جربوها غتصدق معكم. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم.